السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. خلاص رمضان قرب على الانتهاء إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل موضوع الكانسر كولون. شرحنا في الكانسر كولون الديفينيشن والإتيولوجي والباثولوجي والجريدنج والستيجنج والسبريد والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز في حاله الامرجنسي. هو الانفستيجيشنز يا دكتور تفرق من امرجنسي او الكتيف؟ عيان الكانسر ده ممكن يكون بريزنتد في الامرجنسي ديبارتمنت في الطوارئ من انتستاينال اوبستراكشن، لو هو كانسر في النص الشمال بتاع القولون والريكتوم، او لو هو كانسر في النص اليمين بتاع القولون ممكن يجي بريزنتد باكيوت ابنسايتس، او حاجه شرحناها قبل كده اسمها بلايند لوب سيندروم. بلايند لوب سيندروم حته من الكولون مقفول عليها من ناحيتين، مليانه جاز وفلويد وفي كالماتر، تفضل يحصل فيها ديستنشن وديستشارج، ديستنشن وميوكس، ديستنشن وميوكس لحد ما تفرقع. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت حالات الكانسر كولون، ممكن المريض يجي إلكتف في العيادة الخارجية عادي خالص إيرلي، يكون الموضوع عنده ليه أسبوع ليه أسبوعين ليه ثلاثة أو ليه شهر أو شهرين، لسه ما حصلش أي بروبلم عنده أو ما دخلش في كومبليكيشن، جاست يشتكي من السينيا، هزلان همدان، ملوش نفس للأكل والشرب، الطبيعة بتاعت البراز اتغيرت، كان في إمساك أصبح في إسهال، كان في إسهال أصبح في إمساك، ابتدى يبقى فيه شوية بلاد ستريكس أوف بلاد ويز ستول، وهكذا. دي البيكتشر بتاعت الالكتيف. اما البيكتشر بتاعت الامرجنسي على الليفت سايد انتستاينال اوبستراكشن، على الرايت سايد اكيوت ابندسايتس. طيب ابتدينا ساعتها بالامرجنسي لان الموست كومون كانسرز في الكولون والريكتوم فين؟ في منطقه الريكتوسيجمويد، و90% من حالات الريكتوسيجمويد كانسرز البريزنتيشن بتاعهم ايه؟ acute intestinal obstruction. فلما اجي اشرح investigations هشرح الانفستيجيشنز بتاعت الكومون. الكومون هو الكانسر اللي على الناحيه الشمال، والكانسر اللي على الناحيه الشمال لما بيجي في اغلب الاوقات obstruction. يبقى خلاص ايه الانفستيجيشنز اللي هتعملها لاي مريض انت شاكك انه عنده intestinal obstruction؟ جاي لك في الاستقبال المربع بتاع intestinal obstruction التيبيكال abdominal pain in the form of colic due to exaggerated intestinal sounds to overcome the obstructing agent. في حاجة عاملة obstruction وبالتالي reaction ليها كل small intestine والcolon proximal للحتة المسدودة دي هتبتدي تبريستالت more than normal hyper peristalsis trying to overcome the obstruction ده، تبقى mad abdomen. أول ما تحط ودنك بالسماعة على البطن كور 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 تحس الانتستين بتكركر كتير زيادة عن الأفريج. الأفريج كام يا دكتور؟ طيب يعني ما انت شغال تقول exaggerated intestinal sounds، هو الأفريج الأوديبل بوربوريجمي، شوية البوربوريجمي دي الكركرة دي بتاعت الانتستين، الأفريج في الدقيقة من 3 ل 5، شوية الأصوات بتوع الكركرة دول المفروض تسمعهم من 3 ل 5 أو أقصاها 7 مرات، 7 أصوات مختلفين في الدقيقة. لقيتها بقى دول الدقيقة كور 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 دقيقة كاملة ورا بعضها كده، يبقى في obstruction، في هايبر بريستالسيس، تديني in the form of colic. العيان يقول لك حاسس بمغص. تاني حاجة abdominal distension proximal obstruction، أكيد هيتنفخ بالفيكال ماتر والسمول انتستينال كونتنتس والجازز والأكل، هيحصل abdominal distension. بعد كده يحصل constipation وهيكون very early، بالذات لما احنا عشان احنا بنتكلم على الكانسر كولون، بالذات كمان لو الانسداد على مستوى الريكتم أو السيجمويد او الليفت كولون، الجزء اللي تحته صغير خالص، مجرد ما يفضى وشويه الفيكال ماتر اللي فيه ينزلوا هيبتدي العين يقول لك ايه؟ مفيش طبيعه يا دكتور، مفيش فيكال ماتر بتعدي ليه؟ يوم يومين ثلاثه اربعه خمسه سته 10 على حسب العيان ده جاي نجلكتد ولا جاي لسه ايرلي. رابع حاجه في الاخر خالص بقى اللي هي الفوميتنج. انا بتكلم على الكانسر كولون، الفوميتنج ده بيجي في الاخر خالص. العيان اللي عنده كانسر كولون وعامل انتستينال اوبستراكشن ويجي لك فوميتنج، ده معناه ان مفيش طب في المنطقه بتاعته، مفيش دكاتره، الناس قاعده بتعالج فيه غلط وبتقيم فيه غلط، لدرجه ان كل البروكسيمال لمب للاوبستراكشن المتر ونص بتوع الكولون اتملوا، والستة متر بتوع السمول انتستين اتملوا، والديودينم والاستومك، لدرجه ان هو خلاص بقى اللقمه اللي بياخدها بيرجعها، مفيش، الجات تيوب كلها اتملت. والترجيع في الاول قلنا يبقى جاستريك، بعد شويه يبقى ديودينال، بعد شويه سمول انتستينال، بعد شويه يجيب لك الفيكال ماتر.
يجيب لك براز من الماوس. طيب دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان اللي جاي في الامرجنسي اكيوت انتسان اوبستراكشن ديو تو كانسر كولون. ايه الانفستيجيشنز اللي المفروض هعملها للعيان ده؟ قلنا الانفستيجيشنز تطلع سهمين، سهم راديولوجيك وسهم لابوراتوري. اللابوراتوري اول حاجه قلت فصيل الدم اي بي او، لازم اشوف فصيل الدم المريض ايه عشان لو احتاج بلد. رقم 2 سي بي سي، اشوف الوايت بلاد سيلز كام، اعرف بيها في انفلاماتوري بروسيس ولا لا، اشوف الهيموجلوبين كام، في انيميا ولا لا، اشوف البليتليتس كام، في ثرومبوسايتوبينيا ولا في ثرومبوسايتوزز عشان اعرف هيحصل في كوجلوباسي ولا هيحصل بليدنج. بعد كده ليفر فانكشنز ان ذا فورم اوف اي ال تي اي اس تي الليفر انزيمز، البنج كله بيلتخد الانستيزا كلها الميتابوليزم بتاعها في الليفر، وبالتالي انا عايز اعرف الستيت بتاعت الليفر ده حلوه ولا وحشه. اعمل البومين، اشوف البروتينز بتاعت المريض ده، لو البروتينز بتاعته ضعيفه جدا وقليله اقل من النورمال بكتير، طب هعمل عمليه ازاي؟ انا هعمل ريسكشن واعمل انستوموزيس في الكولون وفي الانتستين ازاي؟ طب ما الهيلينج هيبقى سيء، هيبقى باد، ده باد امبريشن لما الاقي الالبوم بتاعه قليل. اعمل له سيرولوجي، عنده اتش سي فيروس، اتش بي فيروس، اتش اي في، عشان ما اخدوش انا منه. لو تشكيت ولا حاجه اخد الاحتياطات، البس جوانتي دبل، البس جوانتي من اللي هي الجوانتيات المخصصه للحالات اللي بيبقى عندها فيروس بي او سي او اتش اي في. يبقى السيرولوجي مهم برضه في الانفستيجيشنز بتاعت الطوارئ. اعمل بروثرومبين تايم كونسنتريشن، مين البروثرومبين ده يا دكتور؟ ده فاكتور رقم 2 في الكواجوليشن كاسكيد. طب ايه فايدته؟ ده بيوضح لي والله باقي الكواجوليشن كاسكيد الافريج بتاعهم نورمال ولا لا. اول ما اشوف نسبه البروثرومبين كونسنتريشن في الدم واشوف التايم اللي البروثرومبين اللي في الدم بيعمل بيه ثرومبس، لو لقيت الكونسنتريشن ويز النورمال رينج ولقيت التايم بتاعه اللي بيعمل بيه ثرومبس ويز النورمال رينج، معناها الكواجوليشن كاسكيد بتاع العيان ده كويس، اطمن انا وداخل اعمل عمليه. لا والله بقى لقيت البروثرومبين تايم امبيرد خالص، البروثرومبين ده بياخد 10 دقائق ولا ربع ساعه عشان يعمل ثرومبس، يبقى العيان ده هيفضل ينزف مني حمامات دم جوه العمليه ومش هيعمل ثرومبوز. لقيت الكونسنتريشن بتاعه ضايع خالص، المفروض الكونسنتريشن 100% او 90% على الاقل، لقيته 50 60، مفيش كواجوليشن سيستم، يبقى الليفر تعبان والكواجوليشن بروفايل تعبان، اصلح الموضوع ده قبل ما ادخل اشتغل، والا يبقى انا كده بدخل اشتغل ات ريسك انه يحصل مني ماسيف بليدنج تندنسي. قلت في تو انفستيجيشنز مهمين جدا بيتعملوا مع بعض وبيتنسوا من اغلب الناس، ارتيريال بلاد جازز دي عينه بتتاخد من الالتري بشوف منها نسبه الاكسجين في الدم، نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم، بشوف بيها نسبه الاتش سي او 3، بشوف بيها البالانس ما بين الاسيدز والالكالاي ان بلاد، واعرف في اسيديتي ولا لا او في الكالينيتي في الدم ولا لا. وبعد ما بعرف البي اتش بعرف في كومبنسيشن، يعني في الجسم بيحاول يعوض ولا دي كومبنسيشن الدنيا وسعت خالص وبهوات وباظت وفشلت العمليه من الجسم، اعرف عشان ابقى عارف العيان ده ايرلي ولا ليت. وكمان عشان لو هو في اسيدوزز كبير اعالج الاسيدوزز من وانا تحت في الطوارئ، ما ده بارت من الريسوسيتيشن، يعني جزء من الانفستيجيشن والتريتمنت بتاع الكانسر كولون في الامرجنسي الدرس بتاع الريسوسيتيشن اللي قعدت ساعه احكي فيه الرايل ولاين وكاسيتر وانترافينوس فلويدز وانواع الفلويدز تكتب والخلطه اللي بنديها له الانتي بايوتكس جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيفز وانتي انيروبز والبروتون بامب عشان الاستريس السر والجاسترايتس، بدي انرجيزي عشان ما يحصلش نيوروجينيك شوك، بركب سنترال لاين في فين كبير خالص قريب من الهارت عشان اشوف السنترال فينوس بريشر وعلى اساسه ادي فلويدز للعيان، لان في ناس كبير كتير كبار في السن بيكون كاردياك، هتدي له امبيريكال فلويدز هيدخل في هارت فيلير، هتخاف خالص تدي له فلويدز هيموت من الديهايدريشن والشوك، وبالتالي لازم يبقى فيه مونيتور حساس. المونيتور حساس اللي بقيس بيه الفلويدز اللي انا محتاج اديها بالظبط المدخلات على اعتبار المخرجات هو مين؟ سنترال لاين. ايه السنترال لاين؟ كانيولا كبيره عامله زي الاسطره البلاستيك بتدخل في فين كبير زي الانترنال جوجولار فين او السبكليفيان فين عشان تدخل في الرايت اتريوم واشوف البريشر الفينوس بريشر التيبيكال في الرايت اتريوم اللي راجع من كل الجسم. خلاص كده كل الجسم جاب اللي عنده، كل الجسم جاب اللي عنده بريشر زيرو، يعني الجسم ما فيهوش اصلا دم، مفيش سيركيوليشن عشان ترجع اصلا الهارت يضخها، ادي فلويدز انا ومطمن ادي ادي ادي، مره واحده وصلنا 16 17 خلاص فلويدز زياده عن اللزوم في الدم، ادي لا ما اديش طبعا،
طب ايه كام الافريج يا دكتور بتاع السنترال لاين او السنترال فينوس بريشر ده اللي المفروض بقيسه في الاتريوم يكون كام؟ الافريج النورمال سنترال فينوس بريشر قبل ما يدخل على الاتريوم اللي هو تجميع السوبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا المفروض من 8 ل 12 ملم اتش جي، او سوري من 8 ل 12 سنتيمتر ووتر، لان احنا ما بنقيسش السنترال فينوس بريشر من القسطره دي بجهاز زئبق، احنا بنقيسه بجهاز محلول. جهاز محلول يعني يا دكتور؟ بركب جهاز محلول على القسطره الضخمه دي اللي داخله جوه الرايت اتريوم، بتشوف البريشر اللي راجع من الانفيرو فينا كيفا والسوبيرو فينا كيفا، وافتح جهاز المحلول. لقيت جهاز المحلول شغال يدي دم، يدي فلويد كتير، كان في شفاط جوه في الهارت بيشفط، معناها السنترال فينوس بريشر قليل جدا. لقيت جهاز المحلول ده مش بيدخل اصلا للهارت، ده الدم هو اللي طالع على جهاز المحلول، معناها الهارت بيقول لك يا غبي احنا عندنا بريشر زياده عن اللزوم، ما تحطش ولا نقطه محلول تاني. وبالتالي بناء على دخول الفلويد من القسطره الرفيعه دي اللي انا مسميها السنترال لاين، كانها كانيولا بس كانيولا كبيره، وسميتها سنترال ليه؟ لان انا مدخلها في سنترال فين، فين من الفينز اللي خلاص داخلين على الهارت، داخلين على الرايت اتريوم، يا اما الانترنال جاجولار فين يا اما السبكليفيان فين. طيب يبقى لما ركبت جهاز المحلول ووصلته على القسطره دي اللي جوه السبكليفيان فين او اللي جوه الانترنال جاجولار فين، وبناء على معادله معينه من دخول المحلول او ارتداد الدم عليه، حسبت الافريج الطبيعي لاي حد المفروض من 8 ل 12 او من 7 ل 12 او في ناس بيقولوا من 5 ل 12. هو الموضوع فيه وايد رينج، وايد رينج اكوردنج تو ايه؟ عيل صغير، واحد شباب ماسكولر زينا وزيكم، واحد سنه 60 سنه، واحده ست سنها 50 سنه، عشان كده تلاقي الرينج كبير. في ناس بيقولوا ان الرينج من 5 ل 15 سنتيمتر ووتر. طيب لقيت السنترال فينوس بريشر 4 3 2 1، ده مفيش سيركيوليشن جوه يا جماعه، مفيش دم ومفيش فلويدز، ادي فلويدز كتير، الهارت هيدخل في هارت فيلير لما اديتلوش فلويدز. طيب لقيت السنترال فينوس بريشر 15 16 17، خلاص العيان ده عنده بالمونري اديما اصلا، ده غرقان في السكريشن وفي الفلويدز جوه، وقف. يبقى دي ميزه ان انا يكون عندي سنسور حساس يقول لي ادي او ما تديش. مع مين تحت؟ مع اليورينري كاستر اللي بتحسب لي اليورين، اليورين اوتبوت. لما انا بكلمك عامه يعني، دي معلومه برضو للاوائل، لما اقول لك بكلمك عامه وبحكي معاك كده في اي لجنه واقول لك اليورين اوتبوت كام، انت ممكن تقول لي في اليوم، تقول لي من 600 ام ال ل 1800 ام ال، يعني من 600 مل ل 1800، يعني افريج يا دكتور من لتر لتر ونص في اليوم يورين. لكن لما اكون بكلمك على عيان انتستينال اوبستراكشن او عيان انترنال هيموريج او عيان بولي تروماتايزد او عيان في طوارئ، وترد عليا تكلمني الكميه في ال 24 ساعه، انت هتبقى غصب عنك ومش مش مش فاهم انا قصدي ايه. بس لو اللي قدامي فاهم هيقول لك انت بتفهمش حاجه يا دكتور، انت بتحسب لي نسبه اليورين في اليوم، يعني انت العيان ده هتسيبه يوم كامل تجمع اليورين بتاعه في نهايه اليوم ايه ده 300 مللي؟ لا والله ده الدنيا بايظه خالص، تعال نديله محاليل، هيكون مات، دخل في ريفيرسبل شوك. اذا لما تيجي تكلمني على يورين اوتبوت في الطوارئ تكلموني في الدقيقه، العيان ده المفروض كل دقيقه يجيب كام نقطه يورين؟ المفروض الافريج في الدقيقه من نص لواحد مللي. شفت ازاي الامرجنسي الهفوه بيه بتفرق؟ بحس بركب سنترال لاين عشان احسب كميه المحلول اللي هديها بالملي. دي ست كبيره في السن واسكيميك هارت، ممكن تدخل مني في هارت فيلر، ده عيان عنده هيستوري قبل كده في بالمونري امبوليزم وبالمونري اديما والكارديو بالمونري سيستم بتاعه تعبان، ادي محاليل امبيريكال كده لله وللوطن، ادي له 3 لتر، ادي له يا عم 5 لتر، خليك كريم. ما فيش حاجه في الطب اسمها خليك كريم، المفروض في الطب كل حاجة بتتسحب بتتحسب بالورقة والقلم. يبقى أنا بحسب المدخلات بتاعتي بتاعت اليورين بتاعت الفلويدز عن طريق أسطرة رفيعة اسمها سنترال لاين، بركبها في فين كبير قريب من الهارت اسمه الانترنال جاجولار فين أو السبكليفيان فين، وبناء عليها بحسب السنترال فينوس بريشر، بشوف الفينوس بريشر اللي راجع على الهارت كام، الافريج من 5 ل 15 سنتيمتر ووتر يا دكتور. اقل من 5 العيان ده ديهايدريتد ولازم ياخد فلويدز كتير لحد ما يوصله 7 8 9 10، اكتر من 15 ده بالمونري اديما كفايه ما ياخدش فلويدز، ما ياخدش. طيب ده في تاني حاجه تاني كاستر اسمها سوان جانز كاستر، دي قسطره مور ادفانسد عن السنترال كاستر اللي بنركبها في الانترنال جوجولار فين او في سبكليفيان فين، دي بنفضل ماشيين جوه الرايت اتريوم والليفت اتريوم
وتفضل ماشية لحد ما تدخل في البالمونري أرتري نفسه. أنت عارف يعني إيه؟ أنا بقيس البريشر جوه البالمونري أرتري نفسه. دي في مين يا دكتور؟ مين اللي أنت تعمل له أجريسيف؟ دي عملية دخول الأسطرة دي في حد ذاته لحد ما توصل للبالمونري أرتري وتقيس البالمونري ويدج بريشر جوه البالمونري أرتري نفسه، دي عملية. مين العيان اللي أنت عايز تدخل لحد ما تشوف البالمونري بريشر اللي طالع منه؟ عين هارت فيلير، اوريدي ان هارت فيلير. ده بقى برضو حسبه السنترال لاين وحسبه السنترال فينوس بريشر ممكن تبقى ايه مش اكوريت شويه، وخمسة ستة سبعة. طب ادي شويه محاليل اديله 2 3 لتر تلاقيه ضرب منك خالص بقى السنترال فينوس بريشر 20. طب اديله مش عارف ارجع وقف تلاقي السنترال فينوس بريشر وقع منك. عايزين حاجه اكوريت بالملي. ادي العيان ده 70 ام ال، ادي العيان ده 10 ام ال في الدقيقه. مين اللي هيديني بريشر اكيوريت بالظبط؟ السوان جانز كاستر دي اللي بتتركب في فين لحد ما توصل في البالمونري ارتري، بتديني الوج بريشر بتاع البالمونري ارتري. اعرف العيان عنده بالمونري هايبرتنشن ولا لا، عنده رايت سايدد هارت فيلير ولا ليفت سايدد هارت فيلير. او دي هتفرق معايا كتير في العلاج، مشكله في الرايت سايد ولا المشكله في الليفت سايد. طيب دي ديتيلز برضو تبع الكارديولوجي، احنا مش عايزين اكتر من كده. ان انا بعرف ان في حاجه اسمها سنترال لاين تدخل في الفينز الكبيره بقيس بيها السنترال فينوس بريشر، وابقى عارف ان في حاجه اسمها سوان جانز كاثيتر ودي بتدخل توصل لحد البالمونري ارتري عشان اشوف بيها الويدج بريشر بتاع البالمونري ارتري. طيب ده تبع الريسوسيتيشن. احنا قلنا الانفستيجيشنز بتاعت العيان اللي في الامرجنسي اللابوراتوري، بدايه من فصيل الدم، صوره الدم، وظائف تجلد الهولبروسروم من تايم وبروسروم من كونسنتريشن، ليفر فانكشنز، كيدني فانكشنز، بشوف الكرياتينين، بشوف البلاد يوريا نيتروجين، وبعمل اثنين تحليل جنب بعض في الاخر الاي بي جي والسيرم الكترولايتس، بشوف الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. اهم واحد فيهم مين؟ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. البوتاسيوم، البوتاسيوم ده تكتب جنبه سم زعاف، ده مصيبه. البوتاسيوم ده الافريج بتاعه من 2.9 من 10 لحد 3.4 من 10 ملي اكويليبريوم بير لتر. او ملي مول بير لتر. هي الملي اكويليبريوم هي الملي مول لما يكون العنصر احادي زي البوتاسيوم زي الصوديوم، لكن لما يكون العنصر ثنائي الملي اكويليبريوم بيفرق عن الملي مول. عشان كده البوتاسيوم والصوديوم لما تيجي تقول لي التمييز بتاعهم ملي اكوليبريوم بير لتر ماشي، ملي مول بير لتر ما اختلفناش، الصوديوم لما تيجي تقول لي التمييز بتاعه كذا كذا ملي اكوليبريوم بير لتر ما عنديش مشكله، ملي اكوليبريوم ملي مول بير لتر ما عنديش مشكله. لكن اول ما تيجي عند الكالسيوم هقول لك الملي اكوليبريوم ده حاجه والملي مول ده حاجه تاني. طيب اكمل الاي بي جي والالكترولايتس، دول مهمين جدا. واهم واحد في الالكترولايتس السيرم بوتاسيوم، لان البوتاسيوم لما بيزيد زياده عن اللزوم بيعمل مشاكل جامده، ولما بيقل زياده عن اللزوم بيعمل مشاكل جامده. مشكله البوتاسيوم انه البالانس بتاعه صعب. نرجع للبوتاسيوم، البوتاسيوم البالانس بتاعه صعب، الجسم ما بيرضاش او الانسجه او الخلايا بتاعت الجسم ما بترضاش بالبوتاسيوم غير نورمال. زاد خالص او زاد ان شاء الله حتى شويه صغيرين الدنيا تبوظ خالص. ابطو ان انا لازم اعمل العيان ده في الهايبركاليميا رينال دياليسيس، اصفي انا البوتاسيوم من الدم بنفسي والا العيان ده هيموت. هيموت في صوره ايه؟ البوتاسيوم ده بتاع العضلات، عضله القلب هيحصل فيها كاردياك ارست، السكليتال ماسلز هيحصل فيها سبازم ويحصل فيها ريجيديتي، وبعد كده يحصل فيها ايه باراليسيس ولوس اوف فانكشن. السموث ماسلز بتاعت الانتستين والكولون اللي بتعمل البريستالسيس هتتشل، هيحصل فيها باراليسيس. عشان كده اهم عرض من في اعراض الهايبوكاليميا بيشتكي منها العيان ابدومينال ديستنشن، وتيجي تسمع الانتستينال ساوندز تلاقيها ديد سايلنت ابدومين ما بتتحركش خالص. ليه؟ مشلوله بارالايزد. ده واحد من الكوزز بتاعه الباراليتيك إليوس، الهايبوكاليميا بوتاسيوم قليل خالص والهايبر كاليميا. يبقى البوتاسيوم لا ينفع يقل خالص ولا ينفع يزيد خالص. وشايف الرينج اللي انا بقوله لك من 2.9 من 10 ل 3.4 من 10. في ناس بيقولوا كمان من 3 ل 3.4 من 10، يعني ال 2.9 من 10 ده هايبوكاليميا، لازم العيان ياخد عليه بوتاسيوم والا ممكن يدخل في اي لحظه في كاردياك ارست ويحصل في باراليسيز
او باراليتيك ايليس على مستوى السمول انتستين والكولون. طيب عكس الصوديوم، شوف الرينج بتاع الصوديوم من 120 ل 150، في ناس بيقولوا من 125 ل 155 او 125 ل 150 ملي اكوليبريم بير لتر او ملي مول بير لتر. نفس الكلام البوتاسيوم، الرينج بتاعه من 3 ل 3.5 ملي اكوليبريم بير لتر او ملي مول بير لتر. طيب دول الانفستيجيشنز اللي بعملهم لابوراتوري. الانفستيجيشنز الراديولوجيك قلت اول حاجه ابدومينال الترا ساوند with possibility of diagnostic aspiration. لو في دكتور سونار محترم وشايف اي فري كوليكشن في الابدومين ان ذا فورم اوف، حاسس ان ده ممكن يكون بلاد، ممكن يكون بايل، ممكن يكون بس، ممكن يكون ميه، ممكن يكون اسايتس، ممكن يكون سيروس، سيروس انجينوس انتستينال كونتينس، يعمل لي دياجنوستيك اسبيريشن. بس لازم يكون سوناريست محترم والاكيوريسي بتاعته كويسه، ما يبقاش واحد اعمى ومش شايف ويقعد داخل طالع ينخور بقى في الكولون وفي الانتستين، هو اللي يعمل لك انجري اصلا. طيب ده اول حاجه الابدومينال الترا ساوند، وبيديني داتا عن الليفر وعن السبلين وعن البنكرياس وعن الانتستين والكولون وعن كل الكونتينس بتاعت الابدومين. تاني حاجه اكس راي، قلت بعمل شيست وحده وبعمل ابدومين وحده. الشيست بدور فيه على اير اندر دايفرام عشان اشوف الانتستين اللي ديستندد ودايليتد دي وصلت لمرحله الرابشر وطلع منها هواء وطالع فري اندر دايفرام ولا ما وصلتش لسه لمرحله الرابشر. رقم 2 قلت لكم لو حد شاطر وعايز يضيف شويه تفاصيل، الاكس راي بيفيدني في ايه تاني؟ لو انا شاكك ان العيان ده كانسر ممكن اشبه على لانج ميتاستاسيس، كانون بول ميتاستاسيس في اللانج هتبان في الاكس راي، اشبه على بالورال افيوجن، ميتاستاسيس في الريبس في البون في الاسترنم في السباين. طيب الليمفادينوباسي ميديستاينال الليمفنودز، وبرضه في نفس الوقت بعيدا عن الموضوع الامرجنسي كله الشيست اكس راي بيعرفني حاله الشيست بتاع العيان، ممكن الاقي سي او بي دي، امفيزيماتوس شيست، اولد نيمونيا، برونكو نيمونيا، جونز فوكس بتاع التي بي. مش كل الحاجات دي هتبان في الشيست اكس راي، انا بقيم مريض مش بقيم حاله انتستاين اوبستراكشن، انا بشوف المريض اللي انا داخل اعمل له عمليه. كل ده ممكن داتا ممكن اعرفها بالشيست اكس راي. طب والابدومينال اكس راي يا دكتور بتدور على ايه فيه؟ بعمل الابدومينال اكس راي اريكت عشان اخلي الانابيب بتاعه الانتستين والكولون بالطول، وبالتالي شويه الميه هينزلوا تحت بالجرافيتي شويه الاير هيطلعوا فوق، وبالتالي لو في اوبستراكشن هيبان مالتيبل اير فلويد ليفلز على مستوى السمول انتستين. على مستوى الكولون هتبان بطش كبيره جدا مليانه جازز لان الكولون ما فيهوش فلويدز، فيه سوليد فيه كالماتر، وبالتالي هيبان الجازز وهيبان الديستنشن بتاعه. هتلاقي الكولون ديستندد خالص عامل زي كاوتش العربيه دايليتد على الاطراف بتاعه الاكس راي. دي البيكتشر بتاعه الكولونيك انتستينال اوبستراكشن. طيب لو عملنا الاكس راي سوباين، قلت لو سوباين كل الاوبشنز دي هفقدها. ليه؟ هو العيان نايم بقى كل اللوبز مفروده بالعرض، لو انبوبه مفروده بالعرض الميه هتتفرد فيها هتبقى سرسوب رفيع خالص بطول الانبوبه كلها، مش هتديني اير فلويد ليفل، هتديني جاست جازيس ديستنشن هتبان الجازز، لكن الميه عشان انا فردت الانبوبه بالعرض خلاص مش هتديني الاير فلويد ليفل اللي فيها. عشان كده الاكس راي الابدومين يفضل ان هو يكون اريكت وليس سوباين. طيب قلت ان دول الاكس راي ابدومين وشيست والسونار دي الحاجات الاساسيه، وقلت برضو ممكن اعمل سي تي. قلت لي ازاي يا دكتور السي تي ده بيتعمل في الالكتيف ولسه هتحكي عنه بالتفصيل الممل في الالكتيف؟ قلت لك عادي، انا ممكن احضر العيان بسرعه في السي تي في نص ساعه واعمله، ممكن اعمل السي تي من غير تحضير اصلا من غير مادي سابغه، اعمل سي تي بلين ممكن يديني داتا عن التيومر عن الماس عامله انفلتريشن اللي حواليها، في ميتاستاسيس في الليفر مفيش ميتاستاسيس في الليفر، خاصه لو دكتور الاشعه التلفزيونيه مش على قدر المستوى. السي تي انا اللي هعرف اقراه بقى، هو السونار هو اللي بيعمله بايده، لكن السي تي هو بيفعت لي ايه الافلام اللي طلعت من الجهاز وهو بيقراه وانا برضه بقرا السي تي. وبالتالي انا لو طالما انا شغلي كتير في الابدومين ودايما شغال في الابدومين كتير هتلاقيني اعرف اقرا السي تي كويس جدا، اي فاين ديتيلز فيها اقراها مش محتاج دكتور الاشعه يوصفها لي. عكس السونار، احنا مش بنعمل سونار، السونار هو اللي بيعمله، هو بيبعت لي الريبورت. طيب وقلت لو واحده ست حامل هعمل ام ار اي، مش هعمل لها كميه كبيره من اشعه اكس راي او سي تي. السي تي ده قلت عباره عن اكس راي فيلمز، برضو ده مالتيبل سلايس اكس راي فيلمز، يعني السي تي ده كميه من الاكس راي اكتر من الاكس راي الاشعه العاديه بكتير، وبالتالي لو واحده حامل هعمل لها ام ار اي. قلت لي الام ار اي ليه فايده في الطوارئ؟ طبعا ليه فايده في الطوارئ، ده في حاجات لو انا شاكك فيها هو سوبيريور عن السي تي. لو شاكك في سوفت تيشو ساركوما فون بروبلمز، حاجه في السباين، حاجه في البروستيت وانفلتريتنج السباين وراها، وبيبين برضو السوفت تيشو ليجنز بتاعت الريكتام والانال كانال، وبيبين المنطقه بتاعت البلفيس كويس جدا الام ار اي، وبيعمل ديلينيشن للاناتومي بيرفكت،
حتى انا لما كنت بكلمكم على البيري انال فيستولا او الانال فيستولا قلت ان واحد من ذا بيست انفستيجيشنز بتاعتها ان انا اعمل ام ار اي، وممكن اعمل ام ار اي بلين والعب في المعاملات بتاعته يبين لي الفيستولا ستراك، وممكن اعمل ام ار اي واحقن في نفس في نفس الوقت اللي بعمل فيه الرنين صبغه في الفيستولا في الفيستولا ستراك بتاع الفيستولا، قلت ده اسمه ام ار اي فيستولو جرام. طيب كل دي اسمها انفستيجيشنز بتاعت ايمرجنسي. تعالى بقى للمين بالك بتاعت محاضره النهارده، الانفستيجيشنز بتاعت الالكتيف، العيان اللي جاي لي في العياده وانا قاعد حاطط رجل على رجل. ده بقى تستمتع انت وبتعمل الانفستيجيشنز بتاعت الجراحه معاه. هتقولي نفس السهمين يا دكتور، اكيد في حاجات لابوراتوري وحاجات راديولوجيك، اه وفي حاجات سهم ثالث في النص بقى. طالما الموضوع الكتف في حاجه اسمه سهم انفيزيف مانوفرز. ايه الانفيزيف مانوفرز دي؟ اهم انفستيجيشن في الكولوريكتال كانسرز عامه والكولوريكتال بروبلمز عامه اندوسكوبي، اهم انفستيجيشن في الجي اي تي كله. طالما العيان جاي الكتف وانا عندي رفاهيه ان انا ادخل بالمنظار اندوسكوبي من اليومن، اندو يعني من جوه، سكوب يعني عدسه او كاميرا، يبقى انا دخلت بكاميرا، دخلت بعين تشوف جوه اليومن. لو عايز اعمل ابر اندوسكوبي هدخل بيه جوه الماوس وانزل من الماوس على الفارينكس على الاسوفيجاس على الاستومك على الديودينم على الجيجنم على الاليوم على الكولون لحد ما اوصل للانال كانال. ده اسمه اندوسكوب، دخلت بيه من فوق من الماوس اسمه ابر اندوسكوبي، دخلت بيه من تحت بالكاميرا هي هي من الانس وشفت الانس، شفت بعد كده الريكتم، بعد كده السيجمويد، بعد كده الديسندنج كولون، بعد كده سبرينيك فليكشر ترانسفيرز هيباتيك فليكشر، يبقى انا اسمي داخل بلور اندوسكوب. يبقى البروت تيرم او العنوان اسمه اندوسكوبي، داخل اشوف اليومن، عكس اللاباروسكوبي. اللاباروسكوبي ده تيرم والاندوسكوبي ده تيرم. لابارو يعني ايه؟ ابدومينال كافيتي. لابارو ده الكافيتي بتاعت الابدومين اللي اشوف فيها السيروزا بتاعت الانتستين، اللي اشوف فيها الفيسرال بريتونيوم بتاع الكولون، اشوف فيها الليفر براحتي. اللابروسكوب اشوف بيه الليفر، اما الاندوسكوب مش هقدر اشوف بيه الليفر. اللابروسكوب اشوف فيه البنكرياس، الاندوسكوب مش هشوف بيه البنكرياس. اللابروسكوب اشوف بيه سبلين لان ده جوه الابدومينال كافيتي. تمام، يبقى عرفنا الفرق ما بين اللابروسكوبي والاندوسكوبي. طيب الاثنين بيعتمدوا على نفخ هواء، مع انت عشان الكاميرا دي تشوف لازم يبقى فيه كافيتي قدامها، لازم يبقى فيه هواء. الاندوسكوب اللي انا بدخله من الماوس اللي اسمه ابر اندوسكوبي او بدخله من الانس اللي اسمه لور اندوسكوبي، طول ما انا ماشي الجزء الامامي الفيس الوش بتاع المنظار تحت الدائري ده في 3 4 فتحات، في فتحه يطلع منها هواء، طول ما انا ماشي هواء قدام يفرد. ما هي الانتستين ممكن تكون كولابسد، الكولون ممكن يكون كولابسد، الاستومك ممكن تكون كولابسد، الاسوفيجاس ممكن يكون كولابسد، عشان انفخهم وكرييت كافيتي لازم يكون الوش بتاع المنظار من قدام فيه ايه؟ فتحه فيها هواء، طول ما انا شغال فو هواء. الهواء ده بقى عادي، ده الهواء بتاع الشارع. ليه؟ اشمعنى في ده هواء عادي وفي اللابروسكوب لما هتيجي تكلمني عنه في البطن هتقول لي مش هحقن هواء عادي، هحقن سي او 2. لان الهواء العادي ما انت بتبلعه على طول، ما دي طول ما انا بتكلم شغال انجستنج اير مع النفس ومع الاكل نفسه بيبقى فيه اير، والبكتيريا اللي جوه البطن برضه بتكون اير. على ذكر الاير ده في سؤال برضو احد الطلبة سأله قبل كده، كان احد اعضاء التدريس حاطط ابدومينال اكس راي في مالتيبل اير فلويد ليفلز، فالطالب كان شاطر وفضل يشرح ويشرح مالتيبل اير فلويد ليفلز وانتسان ابستراكشن والكتيف وامرجنسي. قال له طب هو انت بتقول مالتيبل اير فلويد ليفلز، الاير ده جه منين يا دكتور؟ ما سألوش الفلويد، الاير الهوا ده جاي منين يا دكتور؟ كان شاطر قال له من اكتر من مصدر يا دكتور، قال له قول لي على اتنين منهم. قال له اول حاجه انجستد اير مع الاكل، انا وباكل ما انا ببلع هواء، وانا ببلع اكل بس عندي فلتر في الاسوفجس يفلتر الاكل من الهواء ببلع، والتراكيه مفتوحه على الاسوفجس زي ما الفارنكس مفتوح، قصدي سوري اللارنكس فوق التراكيه مفتوح على الفارنكس بتاع الاسوفجس، وبالتالي الاير هيعدي. ده مصدر تاني، والمصدر التالت البكتيريا اللي موجوده جوه الانتستين والكولون اللي بتعمل تحلل للفود اللي احنا بناكله بتطلع جازز، حتى في نوع منها اسمه جاز فورمينج اورجانيزمز. يبقى الهواء اللي جاي ده يا اما انجستد يا اما جاي من الريسبيراتوري سيستم راجع على الجي اي تي يا اما نتيجه البكتيريا. طب والفلويد الميه؟ ميه انا شاربها، ميه
لما الاكل اتحلل اللي هي جوه الحاجات اللي فيها الياف زي البطيخ زي العنب زي الحاجات دي، مش كل الاكل فيه ميه؟ طيب نرجع للاندوسكوب، يبقى الاندوسكوب بيشوف اليومن، الاندوسكوب هيشوف الميوكوزا خلاص، اما اللابروسكوب هيشوف السيروزا. واضحه الصوره دي؟ يعني ده ليه فوائد وده ليه فوائد، ده ليه مميزات وده ليه مميزات. الاندوسكوب بينفخ هواء عادي، اللابروسكوب بينفخ ثاني اكسيد الكربون. اشمعنى ليه اللابروسكوب اللي بيدخل في البطن انت الفتحه بتاعه المنظار بتاعه بتدخل منها هواء فيه CO2؟ لان احنا كنا زمان بندخل الهواء العادي، لقينا الهواء العادي تقيل جوه وبيعمل كومبليكيشنز، بتزود البوسيبيليتي بتاعه البلمونري امبوليزم من كتر ما كثافته قويه، بيضغط على الفينز اللي في الريتروبروتونيوم يخليها ما ترجعش الفينس بلاد لمين؟ للهارت، يروح يتحوش فيها بالذات في الرجلين، يتحوش الفينس بلاد فيحصل دي في تي كتير. زمان زمان في بدايات اللابروسكوب كانت الدي في تي دي فيري كومون، كل اللي يعمل لابروسكوب يجي له دي في تي. يا جماعه في ايه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ ايه علاقتنا احنا بالدي في تي؟ النفخ، الهواء الكتير، انت بتنفخ لك 2 لتر او 3 لتر هواء جوه الابدومينال كافيتي عشان تعرف تتحرك وتشتغل وتشوف بالعدسه بتاعتك والمنظار. الثلاثة لتر هواء دول ضاغطين على كل الاورجنز، على الانتستين وعلى الكولون وعلى الليفر وعلى السبلين وعلى البنكرياس وعلى الكيدنز. اكتر حاجه بتتاثر مين اللي ماشيين في الريتروبروتونيوم؟ الفينز. الارتريز الوول بتاعها قوي، مش هتضغط عليه، مش هتقفله بسهوله، اما الفينز تتقفل فيروح يرشح الدم بتاعها فين؟ في اللور ليمبس، في البلفس، يعمل ثرومباي. بقى بعد ما تخلص العمليه وتروح انت شافط كل الهواء، الشاورز اوف ثرومباي تطلع على الهارت على طول جري. ودي كانت من السايد افكتس بتاعت اللابروسكوبي زمان. ابتدوا بقى يلغوا الاير العادي، الهواء العادي، يجيبوا ايه؟ نيتروس اوكسايد. ليه سايد افكتس وليه كومبليكيشنز كتير النيتروس اوكسايد. طبعا ما حدش يقدر يجيب بقى ايه؟ اكسجين. الاكسجين ده ممكن يولع مع السخونه ومع استخدام الدايسيلمي جوه البق. ليه؟ ان احسن حاجه هو ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، خفيف وايزي ديفيوزابل. يعني ثاني اكسيد الكربون ال 2 لتر اللي انا دخلتهم لو ما شفطتهمش قبل ما اطلع عادي هيحصل لهم ديفيوجن في السيركيوليشن في الفيزلز اللي جوه البريتونيوم، ويطلع ويروح لحد ما يروح لللانج مع الاكسبايريشن. يبقى ثاني اكسيد الكربون ايزي ديفيوزابل وخفيف على البطن، ما بيحصلش معاه دي في تي ولا بالمونري امبوليزم. طيب يبقى انا اول فتحه في اللابروسكوب او اول فتحه في المنظار هوا، ثاني فتحه الكاميرا العدسة اللي هشوف بيها. نور والعدسة شايفة، شايفة في الاندوسكوب، شايفة اليومن، شايفة الابيسيليوم، وفي اللابروسكوب شايفة الابدومينال كافيتي كله. تالت فتحة شغلي بقى، شغل ايدي. في اللابروسكوب مش بنقدر ندخل كل الحاجات اللي انا بشتغل بيها من فتحة واحدة، لان انا بقى ايه؟ الابدومينال كافيتي كبيرة. ممكن ابقى عايز اشتغل على الليفر شويه، وانزل اشتغل في البلفس شويه، واطلع اشتغل عند السبلين شويه، واروح اشتغل عند الاستومك شويه. فعملنا موديفيكيشنز، بدل ما كنا زي المنظار الاندوسكوب هو خرطوم واحد ومليان خمس ست فتحات من تحت وتطلع منها الاتي كلها، قلنا احنا هنعمل فتحه او هنعمل انبوبه نحط فيها الهواء والكاميرا جنب بعض، دي اسمها العدسه، وهندخلها في حته في الابدومن في السنتر عشان اشوف بيها كل الابدومن اللي هي مين؟ السره. الامبليكس دي السنتر بتاعت الابدومن. لو انا عايز اشتغل على الكبد هتشوفه كويس، لو انا عايز اشتغل على الاستومك هتبص عليه كويس، لو انا عايز اشتغل على السبلين هتبص عليه كويس، لو انا عايز اشتغل في البلفز هتبص عليه شويه كويس، لو انا عايز اشتغل في الريتروبريتونيوم هتبص عليه كويس. على فكره اللابروسكوب انا ممكن اعمل بيه دي سيكشن جوه كاني انا اللي فاتح بايدي، واجيب الاورده واجيب الانفيرو فينا كيف واجيب الكدني واجيب السوبرارينال واجيب السوس واشتغل على السباين كمان. اللابروسكوب يا جماعه يساوي الاوبن سيرجري بالظبط في الاماكن المحترمه. اللابروسكوبي كان اوبريت اني سيرجري لايك ذا اوبن، كانك فاتح بايدك بالظبط. يبقى الرك في اللابروسكوبي على مين؟ الاساس في مين؟ السيرجون. لو السيرجون سكيلد ويل سبيشاليزد سنتر هيشتغل يعمل اي عمليه الناس اللي بيعملوها في الفتح، لكن لو سيرجون نوت سكيلد والسنتر نوت ويل اكويبد هيبقى في فاسيلتيز وفي لاك اوف فاسيلتيز، هيبقى في كومبليكيشنز ممكن تحصل، يحصل مشاكل. عشان كده تلاقي في سنتر بيشتغل كل حاجه بلابروسكوبي، في سنتر يشتغل حاجات معينه، في سنتر يشتغل حاجات اقل خالص، في سنترز ومستشفيات يقول لك ايه المنظار ده بيجيب سرطان، ده بيجيب ايدز، ده بيجيب فيروس بي، ده بيجيب فيروس في،
وللأسف دي الإشاعات اللي بتقال في الشوارع من الناس اللي كانت أوبريت باي لابروسكوبيك سيرجري. طبعا اللابروسكوبي ده لما طلعت الصيحة بتاعت اللابروسكوب جديد ده لايف ستايل، ما فيش أفضل من كده. أنت عارف يعني إيه تعمل توتال جاستريكتومي أو تعمل توتال كوليكتومي أو تعمل أي أجريسيف سيرجري من السيرجز اللي أنت كنت بتشق فيها العيان؟ فاكرين لما شرحت لكم الميد لاين قلت لكم إحنا بنفتح في الميد لاين اكسبلوريشن لو عايز تعمل عملية كبيرة من أول الزيف استرنم لحد السيمفسيس بيوبس، أنت بتشق العيان زي البطيخة. اللابروسكوبي دمر الموضوع ده نهائيا. ثلاث فتحات صغيرين، فتحة في النص للسرة بتدخل فيها أنبوبة فيها فتحتين، فتحة بتنفخ الهواء وفيها فتحة رفيعة بتاعت الكاميرا دي عيني، وفتحتين صغيرين كل فتحة 5 ملي إيدي اليمين وإيدي الشمال. بدخل منها إيدي زي 5 ملي، أنا بدخل عصاية طويلة وفي نهايتها تو جوز كده عاملين زي الروبوت، وأنا ماسك العصاية دي من بره بيد واتحكم أقفل وافتح أقفل وافتح. يبقى أنا كده دخلت عصاية رفيعة قدرها 5 ملي من فتحة صغيرة بانكشر 5 ملي مش هتتشاف بعد العملية، وكأن إيدي الاثنين جوه. كل الشغل اللي بعمله في الأوبن سيرجري بإيدي الاثنين وأنا داخل بإيدي ورجلي جوه بطن العيان، أنا دلوقتي شايف العيان بالعدسة اللي في السرة عند السنتر وإيد ناحية اليمين وإيد ناحية الشمال مدخل الفتحتين بتوعها. اعمل أي حاجة بالثري بورتس دول، بورت يعني فتحة، بالثلاث فتحات دول، ده اللابروسكوبي. فده لغى خالص الأوبن سيرجري. في سنترز بقدرت الأوبن سيرجري أصبحت حاجة سيوريتيكال لتعليم النواب بس، الأطباء الصغيرين الجراحين الصغيرين أنت لازم تعلمهم البيزكس بتاعت الأوبن سيرجري عشان لو لا قدر الله دخل يعمل عملية لابروسكوبي وفشلت ما قدرش، لقي فيه صعوبة، لقي فيه لاك اوف فاسيلتيز، حصلت مشكلة أثناء العملية، ما يقولش لا والله هاتوا جراح تاني يفتح، أنا ما أعرفش أفتح، ما أعرفش أشتغل أوبن، ما تعلمتش أشتغل أوبن. يبقى البيزك إن هو يتعلم أوبن، بعد كده يتعلم الأدفانسد اللي هو اللابروسكوبي. طيب الناس بتطلع اشاعات على اللابروسكوبي يقول لك ده الالات بتاعته تعقيمها بيبقى سيء، والعيان ممكن يجي له ايدز، ممكن يجي له هيباتايتس سي فيروس هيباتايتس بي فيروس. انا بقول لكم بقى الانسيدنس والستاتستكس بتقول ان الترانسميشن اوف اي بلاد بورن ديزيز مع الاوبن سيرجري اكتر من اللابروسكوبي، في حاله ان انت جبت تعقيم محترم لده وده. يعني لو جبت حد نيوترال نفس الشخص بيعقم الالات بتاعت اللابروسكوب كويس ونفس الشخص بيعقم الالات بتاعت الاوبن كويس، الانسيدنس اكتر في الاوبن. لكن انت ما تجيبش حد ما بيعرفش يعقم اصلا ده ولا ده وتقول اصل اللابروسكوب بينقل، دي مشكله مش في اللابروسكوب، مش مشكله في الالات بتاعته، مشكله في اللي بيستخدم الالات او اللي بيعقم الالات. طيب خلصنا من الحته دي، والتعقيم انتشر وبيجي فيها تعقيم بلازما وفي تعقيم مايكروويف وفي تعقيم كل حاجه، ابتدوا يطلعوا اشاعات على اللابروسكوب يقول لك ايه ده ما بيشيلش كل حاجة، برضو الفتحتين الصغيرين دول هيشيلك فيهم القولون كله كدابين، الفتحة الصغيرة دي هيشيلك فيها المرارة، ده المنظار بيشيل نص المرارة يا جماعة، ده تلاقيه شالك حتة منها والحصوة وسابها، لا عادي. انت بعد ما بتخلص ديسكشن باللابروسكوبي وتشيل الاسبيسمن بتاعتك، على حسب لو الاسبيسمن دي كان بي سكويزد زي الجول بلادر تتفضى بشفاط من جوه البطن وتطلع من البورت الصغير الخمسة ميلي ده اوسعه بدل ما هو نص سنتي اخليه سنتي او سنتي ونص واضلعها، اهي ضلعت وتطلع الجول بلادر كلها. ساعات بقى الاورجن يبقى فعلا كبير، سبلين هيوج اللارج سبلين رايت لوب اوف ذا ليفر توتال كوليكتومي بارت من السمول انتستين كبير نص متر ولا متر مش عارف اطلعه من الفتحه النص سنتي ولا السنتي، بنعمل ترانزفيرز انسيجن تحت على اللاين بتاع الاندروير اللي هو الفانشتيل انسيجن اللي بيعملوه دكاتره النساء للولاده القيصري. هتقول لي ما ديك اهو يا دكتور في الاخر بعد ما عملت العمليه فتحت، لا معلش في فرق بين ان انا افتح اللينيا قلبه واشقه من الزيف استرنم لحد السيمفسيس بيوبس مع كل الريسكس والكومبليكيشنز بتاعه البيرست ابدومن والانسيجنال هيرنيا والجابد ووند والباد سكار بتاع الابدومن، وان انا افتح انسيجن صغير 5 سنتي او 6 سنتي بس تحت اللي هو اسمه الفانشتيل انسيجن ماسل سبليتنج مش كاتنج، وبالتالي الانسيدنس بتاع الهرنيا فيه قليل والمكان هيدن مش هيبان خالص سواء ميل او فيميل، واضلع منه السبيسيمن ات ايز والعيان بعد ما بيطلع بعد العمليه تبقى انت عامل ميجور سيرجري ويبص على بطنه ايه يا دكتور ما شاء الله تسلم ايديكم ده سحر، هم الفتحتين الصغيرين دول انت عملت فيهم العينه؟ طب انا مش مصدقك، خد يا عم هي العينه اهو ادي القولون كله، مش ده بتاعك القولون بتاعك اهو، ما انا جايبه منين؟
خد حته الكبد الكبيره اهي، خد الضحال كله اهو، خد المراره اهي، وادي الحصوه اللي جواها عشان تطمن المريض. اذا للاسف عشان اللابروسكوبي لسه يعني في المجتمع بتاعنا حاجه بتنمو، فتلاقي في ناس كتير ان هم لسه مش ويل ادوكيتد فيه، بيحاولوا يحاربوه بكلام مش صح للاسف يعني. خلاص يا جماعه، دي فكره اللابروسكوبي، ان انا بفتح ثلاث فتحات، فتحه في النص بدخل منها الانبوبه اللي فيها العدسه، واللي بتنفخ الهواء اللي هو ثاني اكسيد الكربون. ليه ثاني اكسيد الكربون؟ ده اللي اتفقنا عليه بعد محاولات فاشله كتير. كل ما سبق فشل، الهواء فشل، والان او فشل، والاوتو فشل، ومش عارف والنيتروس اوكسيد فشل، والان 2 مش عارف او فشل، كل ده فشل. احسن حاجه دلوقتي ايه؟ هو السي او 2. طيب، وفتحتين صغيرين، كل فتحه 5 مللي بدخل منها الاله بتاعتي اللي انا بستخدم ايدي اليمين وايدي الشمال. يعني يا دكتور لو انت محتاج مساعد عادي، فتحه ثالثه 5 مللي في المكان اللي انا عايز ادخل منها الاله بتاعت المساعد، عايز مساعد تاني فتحه رابعه، فتحه رابعه، في الاخر هتلاقيهم كلهم ايه؟ بانكشرز، 3 4 فتحات، كل فتحه 5 مللي. وتاكد ان العمليه اللي انت هتفتح فيها في اللابروسكوب الاربعه بانكشرز دول الخمسة مللي اللي احتاج فيها مساعد اول ومساعد تاني جوه بالمنظار، انت لو كنت فتحتها اوبن كنت هتفتح من الزيف استرنا من السيمفسيس بيبس وتجيب 6 يشدوا على اليمين و6 يشدوا على الشمال، مع كل الكومبليكيشنز والسايد افكتس بتاعه الاوبن سيرجري. وبالتالي المقارنه لا تصح ما بين اللابروسكوب والاوبن، مفيش مقارنه نهائيا. ده طب حديث وده طب من العصر الحجري، بشرط السيرجن يكون ويل تريند والسنتر اللي هو بيشتغل فيه يكون ويل اكويبد. من غير النقطتين دول هتحصل مصايب باللابروسكوبي. ليه بقى؟ انت شغال من بره مدخل الات رفيعه، عملت انجري في الاورده جوه، عملت انجري في الانفيرو فينا كيفا، بعرفتش تتعامل بالالات بتاعه المنظار، انت عبال ما تفتح الاوبن سيرجري هيكون العين لوست. كمان الديليكت مانيبيوليشنز بتاعت الالات الرفيعه بتاعت اللابروسكوب دي ممكن تعمل بيها انجري او تعور بيها انتستن او تعور بيها كولون وانت مش واخد بالك. يبقى ما كانش يبقى سيرجن ويل تريند والسنتر ويل اكويبد، بلاها لابروسكوب. طيب انا كده شرحت فكره عمل اللابروسكوب ومميزاته عن الاوبن سيرجري، عشان ده سؤال على فكره بيجي في اخر السنه نظري وبتتسالوا فيه في الشفوي كتير، لان خلاص اغلب اعضاء التدريس بيشتغلوا لابروسكوب دلوقتي، وفي ناس بتشتغل كل حاجة ما شاء الله بالمنظار. فهيقول لك كلمني يا دكتور يا ابني عن اللابروسكوب، تعرف ايه عنه؟ هتقوله دي حاجة نيو ادفانس ليها كل الاوبشن وكل المميزات عن الاوبن سيرجري، ليس بليدنج، ليس بين بوست اوبراتيف، ليس انسيدنس اوف وند انفكشن، ليس انسيدنس اوف انسيجنال هيرنيا، ليس انسيدنس اوف باد سكار، ليس انسيدنس اوف ادهيجنز جول بان. لما تدخل انت بيدك ورجلك والمساعدين يحطوا رجليهم وده يدوس بكعب رجله وده يدوس بايده على الامعاء بتاعه المريض، مهما نظفت ومهما عملت بعد العمليه هتلزق الامعاء والعيان هيجي له على اللونج تيرم ادهيزيف انتستاينال اوبستراكشن، عكس لما بتبقى مدخل الات رفيعه كده وشغل ديليكت ومفصلات، البطن دي بتظل كانك ما عملتش عمليه اصلا، كانك ما لمستهاش. فالاوبن سيرجري على اللونج تيرم اشهر كومبليكيشن فيها ايه؟ ادهيزيف انتستاينال اوبستراكشن، عكس اللابروسكوبي ما بيعملش ادهيجنز. يبقى شوف ليس 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 كل ده ليس 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 مقارنة بمين؟ بالأوبن سيرجر. طب صعوبته الديس أدفانتجز بتاعته يا دكتور الكلمتين اللي أنا قلته، عايز ويل تريننج وعايز ويل إكويبت سنتر. قول لي مصاعب تاني، لو العيان بقى عنده هارت فيلير أو ريسبيراتوري فيلير. إيه يا عم إيه مشكلة الهارت فيلير؟ الهارت فيلير والريسبيراتوري فيلير في اللابروسكوب البق نفخة الاتنين لتر هوا دول أو التلاتة لتر هوا دول بيضغطوا على مين فوق؟ عن طريق الدايفراج مع الشيست والهارت، وبالتالي الشيست والهارت لو تعبانين العمليه بتاعت اللابروسكوب هتبقى ريسكي. عشان كده العيانين اللي عندهم ريسبيراتوري فيلير او هارت فيلير التخدير بقى مش احنا، التخدير بيقول لك لا العيان ده ما يستحملش تنفخ ثاني اكسيد الكربون ولا تنفخ 2 لتر هواء جوه بطنه، افتح اوبن سيرجري عاديه دي ما فيهاش بريشر على الشيست ولا على الهارت. ده اللي هتكتبوه انتوا ايه في الورق، ان هو ديس ادفانتجز، ما ينفعش في ست حامل بطنها كلها مليانه يوترس، ما ينفعش في عيان عنده هارت فيلير، ما ينفعش في عيان عنده ريسبيراتوري فيلير. انا بقى بقول لك دلوقتي ان العيانين اللي عندهم هارت فيلير واللي عندهم ريسبيراتوري فيلير الافضل ليهم اللابروسكوبي. ازاي بقى يا دكتور؟ بنعمل حاجه اسمها لو بريشر لابروسكوبي، مش بحقن بقى، مش بنفخ البطن نفخه جامده خالص ب 2 3 لتر. ما انت مع الادفانس بقى والشغل ممكن تشتغل
في شوية هواء قليلين، يعني الأبدون تبقى مطبقة عليه. معناه لما بقى شغال 5-6 آلاف حالة لابروسكوبي خلاص عارف بالظبط. لما تبقى بتلعب فيديو جيم لسه جديد، عايز واحد جنبك وعايز وتفضل تدوس على الآلات ومش عارف تلعب بالآلة كويس. لما تلعب لك 10 سنين، انت تبقى بتاكل وبتشرب وبتتفرج على التلفزيون على فيلم وشغال. نفس الكلام في اللابروسكوبي، بعد فترة معينة انت كنت ادابت يور سيلف على شغل في اكويبمنت اقل وفي سيركمستانسز اقل، بس انت مش هتكتبه كده في الورقة. انت هتكتب ان هو كونترا انديكيتد في البريجننسي وفي الليفر في الريسبيراتور فيلير والهارت فيلير. بس انا بقول لكم دلوقتي اللابروسكوبي بيتعمل في اي حاجة، بل وبالعكس لما تجيب بيرفكت سيرجن لابروسكوبي العيان عنده هارت فيلير مناعته ضعيفة والكومبليكيشن ريت فيه عالي، وعيان عنده ريسبيراتور فيلير وشيسته تعبان بعد العملية والريت بتاع الكومبليكيشنز عالي، اللابروسكوبي هنا بيبقى مارفلس. ليه بقى؟ مفيش بين بعد العملية. مشكلة العيان اللي عنده ريسبيراتور فيلير وشيست انفكشن، البين بتاع الاستكشاف بتاع الاوبن سيرجري بعد العملية هيخليه مش عارف ياخد نفسه، وده هيزود البوسيبيليتي بتاعة اللانج اتليكتسز ويحصل بيزال لانج انفكشنز اللي هي نيمونيا، تبدا لوبر وبعد شويه تبقى لوبيلر اللي هي البرونكو نيمونيا، وبيزود البوسيبيليتي بتاعة الدي في تي والبالمونري امبوليزم. ليه؟ ما هو اللي عامل اوبن سيرجري وفتحه زي البطيخه هتلاقيه مش قادر يقوم من على السرير بعد العمليه وبيصرخ من الالم وتعبان وهمدان. اما اللابروسكوبي من بعد العمليه بربع ساعه عايز اروح، انا حاسس نفسي زي الفل يا دكتور. انت ما عملتش عمليه اصلا. دي ميزه اللابروسكوبي، ايرلي امبولانس بوست اوبراتيف، وبالتالي الناس الكبار في السن والناس الريسكي والناس البريجننت والناس الاوبيز والناس اللي كان فيهم 100 مصيبه ممكن تحصل مع الاوبن سيرجري، كل ده لوست مع اللابروسكوبي. ما فيش الكلام ده، كل دي اسمها مميزات اللابروسكوبي والكونتر انديكيشنز بتاعت اللابروسكوبي. في كونتر انديكيشن رابعه بعد ما تقول لي بريجننسي وريسبيراتوري فيلير وهارت فيلير ونوت اكويبد سيرجون ونوت اكويبد سنتر، ممكن تقول لي مالتيبل ادهيجنز. لو العيان ده فتح 3-4-5 مرات اوبن سيرجري قبل كده، بطنه عباره عن مغارات، الانتستين لازقه في الانتيريور ابدومينال وول والكولون تويستد والانتستين راشقه في الليفر والليفر توزد والسبلين مغير مكانه، الحاله دي فعلا هي اللي بيبقى فيها اللابروسكوبي صعب. وان كان برضه في السنترز المحترمه كل ده يتسلك لابروسكوبي برضه، بس لو سنتر متوسط في اللابروسكوبي او على كده هتبقى صعبه العمليه، يفتح جراحه احسن اوبن اند سي. فانتوا دي برضه هتكتبوها في الكونترا انديكيشنز لللابروسكوبي، ان العيان يكون عامل 3-4-5 عمليات قبل كده بطنه كلها ادهيجنز، مش هتعرف تسلكها باللابروسكوب، تسلكها اوبن. كده درس اللابروسكوبي اديني شرحته والاكويبمنت بتاعته والالات بتاعته والتحضير بتاعه ونفخ الهواء والاوبشنز بتاعته. يتبقى بقى الانديكيشنز، انت ايه العمليات اللي ممكن تعملها باللابروسكوب؟ كل حاجه هاتهم كده من الاسوفيجس، اسوفيجكتومي، جاستريكتومي، ديودينكتومي، ويبل ريسكشن اسموز على مستوى السمول انتستين، توتال بروكتوكوليكتومي، هيباتيكتومي، سبلينكتومي، بنكرياتيكتومي، اي حاجه اكتومي، نفريكتومي، ادرينالكتومي. هات بقى في النساء سالبينجو اوفريكتومي، اوفيريان دريلنج للستات اللي عندها بوليسيستيك اوفري، ادهيزولايسيس تفك التصاقات، كوليسيستيكتومي، ابنديسيكتومي، كوليكتومي، اي حاجه ممكن تتعمل باي لابروسكوبي. طيب كده درس اللابروسكوبي خلص، نرجع على الاندوسكوبي بقى. على فكره ده اللابروسكوبي ساعات بيستخدم، على ذكر ان انا بتكلم على الانفستيجيشنز اللي قبل العمليه قبل العيان بتاع الكانسر كولون، ممكن اعمل اللابروسكوبي فور دياجنوزز وستيجنج. ايه ده؟ في الاماكن والسنترز المحترمه اللي بتقدر قيمه المريض، ركز معايا، بيعمل لابروسكوبي ويقول للعيان انا داخل ابص على الابدومين اللي انا خلاص عملت ستيجنج وعملت كل الانفستيجيشنز وقيمت واخد ديسيجن داخل هعمل لك ريكتو سيجمويدكتومي. هنقول للمريض احنا على فكره هندخل باللابروسكوب الاول نبص بص على الابدومين، نشوف الماس ونشوف فيه اسايتس ولا لا ونشوف فيه نودولز ولا لا، تو اكسكلود سربرايز ما كانتش باينه بالانفستيجيشنز اللي عملناها. ده اسمه ايه؟ دياجنوستيك لابروسكوبي. هحدد بيه فعلا التقييم اللي انا كنت بقيمه للعيان كله قبل العمليه صح، وبالتالي اخش اعمل العمليه، ولا التقييم الحق ده في اسايتس جوه هيموراجيك اسايتس في مالجننت اسايتس واحنا ما كناش شايفينه في السي تي وما كناش شايفينه في الرنين، ودكتور السونار كانت عينيه تعبانه ما كانش شايفه، خلاص دي ان اوبرابل اطلع هنعمل بالياتيف سيرجري. ايه ده احنا لقينا في بريتونيال سيدلينج كتير ما كانتش باينه بالسي تي ولا بالام ار اي ولا بالسونار، دي شفناها باللابروسكوب. ايه ده احنا لقينا الماس اكبر ما كنا متخيلين، دي عامله انفلتريشن وعامله انفيجن للاورده، هشيل الاورده يعني، خلاص اطلع شوف قيمة وروعة وجمال اللابروسكوب.
زمان بقى لما ما كانش فيه ده، افتح تشج العيان من اول الزيف ستيرنم لحد السيمفيز بيوبس، بعد ما تفتح اوه ان اوبرابل كيس كلوز هيم، اقفل تاني واطلع. دي كانت مشاكل بتحصل زمان لعدم وجود اللابروسكوب، كنا بنفتح وخلاص، وساعات يبقى فيه تقييم غلط من الاول او فيه سربرايز تتشاف وما تتعرفش. طيب يبقى دي ميزه للابروسكوب، ممكن اعتبرها كانفستيجيشن، انفيزيف انفستيجيشن فور دايجنوزيس قبل ما ادخل اعمل الديفينيت سيرجن. طيب ارجع بقى للاندوسكوبي، هو اساس الدايجنوزيس، هو اساس البري اوبراتيف ايفالويشن. ازاي بقى؟ انت شاكك في كانسر كولون، خش بالاندوسكوب اللور اندوسكوب ده من الانال كانال. احنا قلنا الفيس بتاع الاندوسكوب ميزته عن اللابروسكوب ان كل حاجه فيه خرطوم واحد ومليان فتحات من قدام، فتحه فيها اللايت سورس الكاميرا اللي بشوف بيها النور، وفتحه فيها الانسفليتور اللي هو بينفخ الهواء بينفخ هواء عادي، وفتحتين صغيرين فيهم الالتين اللي بدخلهم لو قال عايز ادخل اخد بيها بايوبسي، او لو قال عايز ادخل اعمل بيها ديسكشن. يبقى المنظار الاندوسكوب، الاندوسكوب سواء ابر او لور، الفيس بتاعه من قدام في اربع فتحات، فتحه فيها الكاميرا اللي ببص بيها، فتحه بدخل منها الهواء اللي بينفخ، والفتحتين اللي هم ايديا الاثنين اللي عايز اشتغل بيهم. ده ما فيهوش مساعدين بقى، ده هو كده بس. عشان كده اليوزز بتاعت الاندوسكوب ليميتد شويه. شوف اللابروسكوب انا ليا ساعه شغاله اقول لك بعمل بيه كذا وكذا 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 وكذا، لما هاجي اتكلم على الاندوسكوب هقول لك انديكيشنز معينه. يعني عشان اعمل عمليه بالاندوسكوب هقول لك على حاجات معينه. ايه ده يا دكتور، هو الاندوسكوب ده مش دايجنوزيس بس ببص بيه؟ لا، مش بقول لك اهو في فتحتين زي ايدي وبلعب بالاتاري من فوق انا وماسك الخرطوم من بره بشتغل بيه، ده دايجنوستيك وسيرابيوتيك زيه زي اللابروسكوبي. اللابروسكوبي 95% سيرابيوتيك و5% دايجنوستيك لو انا داخل اقيم الحاله قبل ما اشتغل. الاندوسكوب 95% دايجنوستيك و5% مع اندوسكوبيست محترم يبقى ايه؟ سيرابيوتيك. طيب اديني مثال في الكانسر كولون ازاي يبقى دايجنوستيك وازاي يبقى سيرابيوتيك. طب ايه رايك بقى، ده انا هقول لك في الكانسر كولون ده هو دايجنوستيك وستيجن وستيجنج، يعمل ستيجنج وسيرابيوتيك. قول لي ازاي بقى يا دكتور. بص بقى يا سيدي، انا داخل بالكاميرا اشوف بعيني، انا جايالي ست سنها 50 سنة ولا سنها 40 سنة، وانيميا واسينيا وانوركسيا وشاكك في كانسر سيكا، هروح داخل باللور اندوسكوب من الانس، بصيت على الانس كلها وتاكدت ان مفيش عندها انترنال بايلز، عملت اكسكلوجن ما عندهاش فيشر، ما عندهاش برينال فيستولا، كملت دخلت على الريكتم مفيش بايلز مفيش مش عارف في ريكتال برولابس مفيش ميوكوزال ألسريشنز في الريكتم ولا حاجه، دخلت على السيجمويد كولون بصيت عليه من جوه وشفته كويس، دخلت على الديسندنج كولون اتاكدت ان هو ما فيهوش ماسد، ما ممكن انا شاكك في ماس في اليمين ويكون في نفس الوقت في ماس في الناحيه الشمال، دي اسمها سينكرونس. سينكرونس يعني ايه؟ تو ماسز تو برايمري تيومرز في نفس الوقت، ادينوكارسينوما هنا وهنا طلعوا مع بعض في نفس الوقت، دي معنى كلمه سينكرونس، اس واي ان وكلمه كرونس. امال ميتا كرونس واحده والتانيه جت بعدها ان شاء الله حتى بعدها بدقيقتين، بس اسمها ميتا كرونس، واحده ابتدت والتانيه جت بعدها. يبقى ميزه اللور اندوسكوبي ان انا بقيم بيه الكولون كله، ما انا ممكن ابقى شايف. خليكم معايا ثواني بس ما تنكيش. تعال خد تمام يا جماعه. نرجع للاندوسكوبي، يبقى انا بدخل بيه جوه الكولون بشوف بيه الكولون كله، انا ممكن ابقى شاكك في السيكم بس، او شاكك في الديسندنج كولون بس، او شاكك في الترانسفيرز كولون بس، وادخل جوه العمليه الاقي مصيبه تاني. طب ليه؟ ما ندخل دلوقتي جوه اليومن نفسه، على اعتبار ان الكانسر بتاع الكولون ده بدايته فين؟ ميوكوزا مش ادينوكارسينوما، بيبدا في الابيثيليوم، يبقى انا هدخل شايف الابيثيليوم وجها لوجه، ده دايجنوستيك، اخد بايوبسي، شايف ألسر اخد من الايدج بتاعها بايوبسي، شايف ماس اخد منها بايوبسي، شايف مالتيبل ماسز اخد منهم مالتيبل بايوبسي، شايف بوليبس اخدها بايوبسي، شايف ليجنز اخد بايوبسي. دي تاني اوبشن في المنظار. تالت اوبشن في المنظار في حاجة اسمها لوكو ريجونال ستيجنج، اكتر من كمان ان انا خدت بايوبسي. في مناظير جديدة مؤخرا بدل ما فيها اربع فتحات
فتحة النور العدسة العين اللي بشوف بيها، وفتحة الهواء، فتحتين ايدي، في فتحة خامسة يطلع منها كابل صغير خالص، كابل بتاع سونار. سونار يعني ايه سونار؟ سونار عن طريق المنظار. يعني بدل ما دكتور السونار العادي اللي بيعمل ابدومينال سونار بيبص على الابدومين من بره من عن طريق الجلد، بيحط البروب. طبعا انا دلوقتي لازم امهد واجيب من تحت الارض اعرف اشرح فكرة السونار ده ايه. الالتراسونيك ويفز دي اشعاعات فوق صوتية عبارة عن موجات ترددية اعلى من اللي المفروض بسمعه. المفروض ان احنا الاصوات اللي بنسمعها من 16 ل 20 الف ديسيبل، اقل من كده مش هسمع واكتر من كده مش هسمع. طيب الالترا ساوند ده بيدي ويفز بذبذبات اكتر من 20 الف دي كتير، عشان كده انا مش بسمعها. تدخل تخترق التيشوز، وعلى حسب التكستشر بتاع التيشو ده الموجات دي تخترقه ولا لا. الموجات دي بتخترق احسن حاجه الميه، يعني لو في ابره وسط شويه ميه هتشوفها. اقل حاجه بتخترقها الموجات دي البون، والحاجات اللي ما بين الاثنين بقى زي الليفر والسبلين والتكستشرز اللي زي دي اختراقها اقل. يبقى السونار يحب يشوف في الميه احسن حاجه، واقل حاجه في البون، والوسط ما بينهما الاورجانز اللي جوه البون. السونار العادي اللي بيعمله دكتور الاشعه بيمسك الدراع او البروب او اليد بتاعت السونار ويحطها على مين؟ على الجلد، ويسلط الالتراسونيك ويفز عن طريق الجلد والماسل والسبكوتينيوس والشيس والبريتونيوم، وبعدين يبدا يدخلها فين؟ جوه البطن. شوف بقى البروب بتاع السونار بتاعي انا، احنا اللي بنعمل السونار بتاع المنظار بقى مش دكتور الاشعه، بيعمله السيرجن او دكتور البطن. البروب ده يطلع من الفتحه اللي من قدام الفيس بتاع الاندوسكوب ويلزق على الميوكوزا. انت بتبص على الميوكوزا بتاعت الكولون وجها لوجه، وشايف وراها مين؟ بالموجات الالتراسونيك ويفز اللي طالع منه السبميوكوزا، وشايف وراها مين؟ الماسكولوزا، وشايف وراها مين؟ السيروزا، وشايف وراها مين؟ الليمفينودز والنير باي ستراكشرز. يبقى الاندوسكوبيك التراساوند ده بروب سونار بيطلع جوه الاندوسكوب نفسه، بشوف بيه التيشوز من جوه، وبالتالي بيشوف اليومن بيرفكتلي، يشوف الماس وجها لوجه، وشوف الماس وصلت من الميوكوزا للسبميوكوزا ولا لسه، وعدت السبميوكوزا وصلت للماسكولوزا ولا لا، وعدت الماسكولوزا وصلت للسيروزا ولا لا، وعدت السيروزا وعملت ليمفاتيك انفيجن او فاسكولار او عملت دايركت سبريد ولا لا. المنظار الاندوسكوبيك التراساوند بتاع المنظار ده لا يضاهيه اي شيء في اللوكال ستيجن، اسمه لوكو ريجيونال ستيجن. شفت المنظار دايجنوستس وخدت بايوبسي وعملت ستيجنج لوكال. الستيجنج اللوكال ده انا ممكن اعمله بالسي تي، بس اشوف الفرق بقى لما تبقى داخل ببروب السونار وشايف بعينك ما بين السي تي من بره، نفس فكره السونار الخارجي اللي هو بيعمله دكتور الاشعه. عشان كده الاندوسكوبيك التراساوند ده عمل صيحه في الجراحات بتاعتنا، بيديني اكيوريت دايجنوزز للستيج. الستيج لوكال في دايجنوزز للستيجنج ديستانت، ان انا بعمل سي تي برين بشوف في ميتاستاسيس في البرين ولا لا، بعمل سي تي شيست او بعمل شيست اكس راي بشوف فيه كانون بولز في اللانج ولا لا، ده اسمه ديستانت ستيجنج. اما اللوكو ريجيونال ستيجنج اللي هو الليمف والبلاد والدايركت اللي ريليتد للماس اللي حواليها، مهما عملت سي تي وام ار اي وجبت افضل الجراحين وافضل الراديولوجيست في التقييم، لما تعمل السونار عن طريق الاندوسكوب من جوه مارفلس مارفلس ايفالويشن. لدرجه ان الجماعه بتوع الكارديولوجي قال لك احنا عايزين نعمل ترانس ثوراسيك التراساوند، ترانس اسوفيجيال التراساوند. انا الايكو اللي بعمله، السونار اللي بعمله على الهارت، الالتراساوند على الهارت اسمه بين قوسين ايكو، ايكو كارديوجرافي، كارديو على هارت، وايكو ويفز التراسونيك ويفز. ده حتى انا لما بوصف الالتراسونيك ويفز هي وبتخترق الليفر بقول دي في هايبو ايكويك ليجن او هايبر ايكويك ليجن. هايبر ايكويك ليجن يعني بيلمع لونه ابيض زي البون، الاشعه بتاعت الالترا ساوند مش قادره تخترقه. هايبو ايكويك بيقرب من الميه، الاشعه اخترقته بسهوله وقيمته كويس، دي اسمها ايكوجينيستي، قدره الالتراسونيك ويفز انها تخترق التيشو بس. فعشان كده الالترا ساوند على الهارد تسمى ايكو، ايكو كارديوجرافي يعني التراسونيك ويفز على الهارد. بيعملوه دكاتره البطن منين؟ زي الاشعه بيعملوه على الهارد، تيجي على الابكس بتاعت الهارت وعلى المكان بتاع الميترال فار من بره على السكن. هما دلوقتي بيقول لك انا هعمل اندوسكوبي زيك، ابر اندوسكوبي، واجي عند الثوراسيك اوسوفيجاس
وقف في النص واروح مطلع مين البروب بتاع السونار ووجهه ناحيه الشمال، هشوف الميوكوزا بتاعه الاسوفيجس والسب ميوكوزا بتاعه الاسوفيجس والماسكيولوزا بتاعه الاسوفيجس. مفيش طبعا بريتونيوم في الاسوفيجس، مفيش ليه الرابعه، لازق في مين الاورطه والبالمونري ترانك والهارت، ما الاسوفيجس ريليتد للشيست ثوراسيك اسوفيجس. وبالتالي دكاتره البطنه عن طريق الترانس اسوفجيال ايكو بيدي فيري ماينوت ليجنز في الهارت، عمره ما كان بيشوفها من بره، هو بيشوف بالسكان. كمان دكاتره المسالك يقول لك انا عايز باللور اندوسكوب بتاعك ده يا دكتور يا بتاع الجراحه اللي انت داخل من الريكتوم، عايز ابص على البروستيت قدام، عايز ابص على البروستيت ترانس ريكتال الترا ساوند، ادخل البروب بتاع السونار بتاع دكتور الاشعه جوه الريكتوم او ادخل البروب جوه الاندوسكوب نفسه اندوسكوبيك الترا ساوند على البروستيت، اندوسكوبيك الترا ساوند على اليورينري بلادر من قدام الريكتوم. شفتوا قيمه الاندوسكوبيك الترا ساوند عشان ما حدش ينساه. اي اندوسكوب في كابابيلتي ان انا ادخل معاه البروب بتاع الاندوسكوبيك الترا ساوند واعمل لوكال ستيجنج، سواء للاسوفيجال تيومر، للجاستريك تيومر، للديودينال تيومر، للجوجنم، للاليوم، للكولون. تعالوا بقى اوضح لكم مروعه الاندوسكوبيك الترا ساوند في مين. مين كان الاورجان اللي كان اضعف، يعني اضعف ايفالويشن ليه، ما كناش بنعرف نقيمه خالص وبعيد عننا ولا نعرف ناخد بايبس ولا نعرف نشوفه؟ البنكرياس. انا قلت لكم في بدايه محمود فخر الدين، هو الاندوسكوبيك الترا ساوند ده متوفر في كل حته يعني ولا لسه مش منتشر؟ سوهاج ما فيهاش ولا جهاز اندوسكوبيك الترا ساوند يا دكتور عشان تطمني، موجود في اسيوط بس وانت طالع لفوق للاسف، لا موجود في سوهاج ولا في انا، موجود في اسوان. سوهاج وانا دول محافظتين ربنا يعفي عنهم، يعني تعبانين بكل ما تحمله الكلمه من معاني، متأخرين في كل حاجة للأسف. أسوان يمكن عشان مركز الدكتور مجدي يعقوب لما اتعمل جاب كل الانفستيجيشنز الحديثة، كل حاجة حديثة ادفانسد ممكن تتخيلوها في الاندوسكوبي واللابروسكوبي والإيفاليويشن والدياجنوزز والتريتمنت اتجابت في أسوان. احنا لا عندنا مركز مجدي يعقوب ولا مركز حسنين، فالدنيا عندنا يا دكتور آية مش موجود اندوسكوبي كالتر ساوند، ما عندناش في سواج للأسف. تعرف سعر الجهاز كام؟ 5 مليون جنيه، يعني ممكن في خلال 50 سنة يوصل سوهاج ان شاء الله. طيب نرجع نكمل. قمة وروعة الاندوسكوبيك الترا ساوند ده فين؟ في البنكرياس. البنكرياس ده ما كانش حد بيشوفه نهائيا، كانوا دكاترة السونار يقول لك انا كفاية شايف لك الاوضة الكبيرة الجريتر ساك، الليسر ساك اللي وراها ما شايفش منها حاجة، شايف جازس مغطي عليها وخلاص. طيب يا عم ده في السي تي شايف، باين ان انا شايف في السي تي ماس في البنكرياس، خد منها بيبسي. يقول لك خدها ازاي؟ يعني انا هخترق الجلد والسبكوتينيوس والعضلات والبريتونيوم والكولون، انخر فيه وابوظ في الاستومك وابوظ في الديودينم واوصل للبنكرياس عمياني، ومشكله البنكرياس نايم على مين وراه؟ ورا النيك بتاعته البورتال فين بالتوتروبيوترز بتوعه السبلينك فين والسوبيروميزنتريك فين، وجنبه سوبيروميزنتريك ارتري طالع من الاورده. يعني حضرتك الابره اللي هو مدخلها من اول الجلد فوق دي اللي طولها 50 سنتي لو دخلت منه زياده ولا غرزت ولا شكت الاورده او فتحت بانكشر في البورتال فين ممكن يموت. عشان كده البنكرياس ده زمان قبل الاي او اس ده قبل المنظار ما كانش حد بياخد منه بايوبسي، وزمان كان تشخيص الكانسرز بتاعته بالتوقع. احنا شايفين وحاسين ان فيه شايفين وحاسين ان فيه ماس في البنكرياس، لو الكرايتيريا بتاعتها تمشي مع مالجنس يخش يشيل على طول. يا عم ازاي ده؟ مفيش دوكيومنت، محدش بيعرف ياخد بايوبسي. انتوا معايا يا جماعه ولا الساوند فصل؟ انا حاسس ان في مشكله حصلت. استنوني دقيقه واكلمكم يا جماعه. طيب دقيقه هنكمل ريست 5 دقائق يا جماعه هنكمل ان شاء الله.